إذن تحية طيبة للجميع، رمضان مبارك سعيد بالصحة والعافية. احنا في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، البارح كانت ليلة مباركة هي ليلة القدر، واليوم حنا ندير واحد مباشر خاص بالماراثون الدولي مدينة الرباط. هذا المباشر إلا تبعتيه معايا غتكون عندك لمحة تاريخية حول ماراثون مدينة الرباط، فمن المحطة الأولى، المحطة السادسة ومستجدات المحطة السابعة. فمرحبا بالجميع، خي جلال الجودي تحية ليك، تحية ليك أخي العزيز. ف نستنى واحد شوية على الأقل يدخلوا شوية الناس مازال باش نبداو المباشر ديالنا، اللي صراحة غنتكلم فيه على الماراثون مدينة الرباط، اللي الماراثون سينظم يوم 21 أبريل 2024. ف محطة السابعة، ستة المحطات، كل محطة عندها ديال المسائل ديالها، فين التنظيمات، المشاركين. أنا واحد مجموعة المعلومات اللي تتخص ماراثون. سي كريم مرشد تحية لك. ف باش ما نتعطلوش بزاف، انا يدخلوا 20 ديال الناس، غنبدا في المباشر ديالي ديال اليوم. كان عندي واحد اللقاء جهوي ديال عصبة الرباط سلازم موزعير، مشينا نشوفو نتواصلوا مع الوليدات ديالنا، مع الاعدائين ديالنا، مع الاندية ديالنا، اللي كانت فيه مشاركة جد متوسطة، لما كانت مشاركة ضعيفة، فما كانتش مشاركة جامعة نهاية رمضان. إذا على بركة الله إخواني أخواتي، على بركة الله نبداو. فيوم 21 أبريل 2024، وبالقرب من الغابة الحضارية بن سينا، وابتداء من الساعة 8 صباحا، ستعرف مدينة الرباط تنظيم المحطة السابعة لماراثون مدينة الرباط. لصراحة سبع ست سنوات كانت جد مهمة، واللي عطاتنا عدة أشياء غنتعرفوا عليها خلال هذه المحطة، خلال هذا المباشر. إذا ف مدينة الرباط اللي هي عاصمة المملكة، مدينة أنوار، اللي المطاف ديالنا غيمر واحد مجموعة المآثر التاريخية لعاصمة المملكة، والدور ديال أي سباق غنجيو الأبعاد ديال السباقات، لماذا هناك سباقات في العالم كله، ما هي الغاية من تنظيم سباقات، فشيء مهم. فتحية سي كريم مرشيد، تحية سي محمد الإيلابي، تحية سي مصطفى البخاري، تحية سي عبد الغني أي تبو أحمد، سي نور الدين لاشية، تحية الأخ ديالي والصديق سي عبد الصمد طلال، تحية سي جلال الجودي، تحية أبو بهاء الدين الكابتن، أي حاضر معايا أبو بهاء، تحية لأبو بهاء الدين، وتحية لك أخي العزيز من المغرب. فأخي وصديقي ورفيقي، صديق غالي وإعلامي المتميز عبد الإله أبا، كل الاحترام، شكرا لك على الكلام الطيب. فهذا هو، فعندنا واحد مجموعة إخوان على مستوى الوطن العربي، ومنهم أبو بهاء الدين، صراحة ما تسمع من الكلام الطيب، صراحة أنا أفتخر بصداقتي معك أخي العزيز. فأمامكم الصورة، واحد الصورة جميلة، واحد المآثر ديال مدينة الرباط اللي هي شالة، أمامكم صورة رائعة. وسيمر المطاف الرباط من أول مأثر غيمدوز منه الماراثون الرباط هو شالة. حنا غنجيو للمطاف وغنتكلموا، لأن الحلقة ديالي مقسمة لثلاث حلقات. سي محمد كاظمي تحية الأخي العزيز، أتمنى لك التوفيق والنجاح. سي عدام محمد، سي إبراهيم حميد تحية لكم، سي علي أحمد أخي العزيز وصديقي تحية لكم، سي مصطفى قدور تحية ليك، إبراهيم حميد، نور الدين شادو من الجزائر، الإخوان ديالنا في الوطن العربي تيحضروا معنا، وتنقول لهم مرحبا بكم، تبارك الله عليكم، تتشرفونا دائما. فهاد الصورة، صورة جميلة إخواني أخواتي، ديال واحد المعلمة تاريخية شالة حاضرة الدورة السابعة لماراثون الدولي مدينة الرباط، 21 أبريل 2024. وغنجيو التقديم،
تحت الرعاية الثانية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى الماراثون الدولي مدينة الرباط، وذلك يوم الأحد 21 أبريل 2024 على الساعة 8 صباحا بالقرب من الغابة الحضرية نجاة بن سينا. هذه الورقة فيها كل شيء. فيوم الأحد انطلاقة ديال نصف ماراثون، ماراثون على الساعة 8، يمكن 8 وربع أو 8:20 ستكون انطلاقة 10 كيلومترات، وهذه نقطة إيجابية خصنا نوضحها. فبعض الأحيان تيجيو هذوك التلاميذ المؤسسات وتيجيو بيديروا انطلاقة مع الكبار في الماراثون وتيدخلوا معاهم، اليوم لا، هناك انطلاقة أولى فيها نصف ماراثون ماراثون، بعد 15 دقيقة أو 20 دقيقة غنشوفوا البرنامج وغتكون انطلاقة ديال 10 كيلومترات حتى نخليو هذوك الأعدائيين اللي تيقلبوا على بيرفورمانس، تيقلبوا على البوديوم، تيقلبوا على البريم، يمشيو في أريحية وما يكونش ازدحام في الانطلاقة واللي عرقل عليهم السير. فهذه الطريقة اللي هي مهمة أننا نفصلوا بجوج انطلاقات، وفي نفس الوقت هناك معلمة تاريخية صومعة حسان. هذه تاريخ، هذا التاريخ كما قالوا من بنى مدينة الرباط، لم بنى صومعة حسان يعقوب المنصور. ف مأثر تاريخي رائع شامخ في مدينة الرباط. فإلى وجدتي وسط المدينة غيبان لك صومعة حسان، تطل على واد أبير كراد وتطلع على سالة وتطلع على الرباط، فشيء جميل وجميل جدا إخواني أخواتي. أيضا نبقاو في المقدمة، أصبح الماراثون الدولي مدينة الرباط محطة من المحطات الدولية المهمة بفضل التنظيم الجيد والمشاركة المكثفة للمواطنين والهواة ومجموعة من الأبطال الدوليين والأبطال المغاربة. وما يميز ماراثون الرباط هو أنه ينظم بعاصمة المملكة مدينة الأنوار. غنتكلموا على هادشي، تنقول دابا غتجي وغنشرحوه علاش مدينة الرباط وعلاش ماراثون أصبح مهم وعلاش عنده قيمته وعلاش 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 غنشرحوها. فكاين هناك بعض الملاحظات ما غندخلش فيها، هناك ملاحظات، هناك بعض الأشياء هفوات ولكن في العموم فالنادر لا حكم له، في العموم فتبقى الرباط هو من أحسن الماراثونات في إفريقيا، وأقول الرقم واحد وبالإحصائيات ماشي بالكلام. إذن واحد المعلمة أيضا نراها أمامنا، فكل ورقة غتلقاو فيها معلمة مدينة الرباط، ضريح حسان، ضريح محمد الخامس والمرحوم محمد الخامس وجلالة الملك المرحوم الحسن الثاني. معلمة من المعالم التاريخية بعاصمة المملكة، هذو كل معالم اللي تنشوفوهم. فغندخلوا مسجدات الدورة 24 قبل ما نجي لإعطاء واحد اللمحة حول، فتركز اللجنة المنظمة خلال هذه الدورة على ما يلي: أولا تحسين جودة السباق من الناحية التنظيمية واللوجستيكية، فكل سنة هناك جديد، هناك عمل، هناك بحث لتطوير هذا السباق لسد أي خلل كان يمكن تتراجع وتتحل المشكل باش أننا نتجاوزوا هذه المشكلة هذه وننظموا أحسن وأحسن. دونك المنظمين تيبحثوا على جودة السباق من الناحية التنظيمية لورغانيزاسيون اي لوجيستيك، انه نحطوا احسن ما كاين في اللوجيستيك باش تكون الرؤيه واضحه في المطاف ويكون كلشي مزيان. ثانيا العمل على الرفع من عدد المشاركين، تنقلبوا على ازيد. السنه الفريطه اللي تسجلوا عندنا كانت 20800، المنظمين اليوم تيقلبوا على اكثر من 22800، تنقلبوا على 25 26000. لما لا، نتمنى على انه تكون مشاركه مكثفه للمواطنين الدرجه الاولى ساكنه الرباط والمغرب بأكمله. فتعرفوا ان هناك عشاق ديال السباقات على الطريق من طنجة للقويرة، فمرحبا بالجميع في المشاركة في ماراثون مدينة الرباط والماراثون رقم واحد على الصعيد الافريقي. اذا ثالثا اللجنة المنظمة ستركز حملة عبر المواقع التواصل الاجتماعي، هادو اشياء اللي غيخدموا علينا خدموا عليها، الاتصال المباشر بالجمعيات المجتمع المدني، المؤسسات التعليمية، مؤسسات التعاون الوطني، التعليم العالي، بالاضافه للانديه، الانديه راه مالين الدار، والانديه راه بطوله وطنيه، ما نتكلمش على الانديه، الانديه هذاك ماراثون ديالهم ديال البطوله الوطنيه. اذا غتكون حمله عبر التواصل الاجتماعي، فيسبوك، تيك توك، يوتيوب، انستغرام، هذو كلهم غيكون فيهم ماراثون الرباط حاضر بقوه، وهذاك من اجل انه تكون مشاركه مكثفه ديال مغاربه والاجانب، ما عندنا حتى شي مشكل، مرحبا بالجميع.
خامسا تشجيع المواطنين على المشاركه، المواطنين اللي بغينا يجيو الدرجه الاولى، مشاركه ديال المواطنين، لانه اللي تيمارسوا شحال من بنت كاينه في المغرب تدير ماراثون، شحال شحال 50 60، وحنا غنعولوا على 50 اللي غيلعبوا ما يلعبوش نجيبوا، لا، فخصنا مشاركه المواطنين. والماراثون ولا شحال واحد يدير الماراثون، فخصنا تكون عندنا ثقافه رياضيه، تكون ان المواطن تيفكر في الصحه ديالو، يجي يمارس الرياضه، يجري على شقد، يجري 10 كيلومتر ولا سيمي ماراثون، ماراثون صعيب، ولكن كاين العشاق ديال الماراثون. تعرف في المغاربه اصدقاء ديالي اللي مشاو لعبوا نيويورك ولعبوا روتردام ولعبوا بوسطن ولعبوا المغاربه اللي تيحبوا وتيمشيو يخسروا الفلوس باش يشاركوا، عندهم متعه في الجري، عندهم الراحه في الجري. تقول لهم مرحبا بكم هاتي عموطه، تحقيق انجازات مهمه في المطاف الجديد للماراثون. فكان عندنا ارقام، الان غيرنا المطاف ما بقاوش هذوك الارقام، ولكن خصنا نديروا انجازات. عندنا دي بيرفورمانس، الماراثون عندنا ساعتين و8 و21 في هذا المطاف اللي تعدل وتقاد ما بقاو فيه طلاعي، خصنا نديروا قل من 2 و8 على الاقل، على الاقل قل من 2 و8. اذا تنقلبوا بالاضافه لهذا الشيء، تحسين الجوده واللوجيستيك والحملات، وخصنا النتائج، خصنا النتائج ديال تحقيق النتائج، ويكون واحد الركورد ديال السيمي ماراثون ولا ركورد ماراثون بنات ولا ولاد، المهم خص يكونوا دي ريزولتا اوسي. اذا الاهداف ديال ماراثون مدينه الرباط، هناك عده اهداف. من الاهداف هناك البعد الرياضي، فتظاهر رياضي بالدرجه الاولى. فالماراثون الدولي مدينه الرباط يخضع لكل المعايير الدوليه، الباركور اومولوجي، كونترول دو باج كاين، عدد الدول المشاركه كاينه، عدد الابطال الدوليين كاينين، المطاف مصدق عليه من طرف لانس، دوت التوقيت الالكتروني كاين، الاغلبه الماليه كاين، الجو العام للتنظيم كاين، مراقبه المنشطات كاين، سيتادير السباق عنده بعد رياضي 200%. جميع المعايير الدوليه ديال السباقات في العالم كاينه في السباق ديال مدينه الرباط، اذا ما ليس هناك مشكل. وانا تنشوف هنا يمكن لا تور ديال محمد السادس، برج محمد السادس بالرباط اللي غيكون في السباق، تيبان لينا ما غندوزوش حداه، ولكن خلال السباق نفوتو ندخلو طريق بن زياد غتبنى شاله، غيبان المسرح وغتبنى لا تور. اذن سباق جميل، وبورغراك الوادي البور واحد المناظر رائعه جدا اخواني اخواتي في ماراثون الرباط. اذا تندوز البعد الثقافي، فماشي للرياضه كاين حتى البعد الثقافي، ان هذه التظاهر ليست خاصه بالابطال الدوليين فقط بل لكل اطياف المجتمع، ونتمنى مشاركه مكثفه للمواطنين ومحبي السباقات على الطريق. اذا خصها تكون عندنا ثقافه رياضيه، ان المواطنين يبقى يوجدوا السباقات ويشاركوا في السباقات على الطريق، وكاين الان ولا تجيبوا مجموعات وجمعيات اللي ديال السباقات على الطريق اللي تيمشيو يلعبوا السباقات في المغرب وخارج المغرب، فتحيه لهاد الناس هادو، وتنقول لهم مرحبا بكم، وان شاء الله باذن الله غتحضروا واحد السباق اللي غيكون رائع ورائع جدا. البعد السياحي، مثل هذه التظاهرات تلعب دورا مهما في استقطاب عدد كبير من السياح الاجانب، فحيت تكون تظاهرات ديال الماراثون راه ماشي هي للرياضه، فعندها البعد السياحي ديالها، غيجي واحد مجموعه العدائين تقريبا واحد 60 ولا 70 عداء غادي تشارك، وهناك مواطنين اللي جايين من فرنسا والمانيا بلجيكا جاي انجلترا غيجيو يشاركوا في ماراثون الرباط، وهذا شيء مهم اللي عنده بعد سياحي، التظاهرات تلعب واحد البعد سياحي وضروري خصها تلعبوا. كاين البعد التنشيطي، جعل مدينه الرباط عاصمه الانوار، عاصمه رياضيه وقبله للابطال الدوليين، فالعاصمه المملكه وتنعرفوا التغييرات اللي وقعت في مدينه الرباط، الشوارع اصبحت مدينه الرباط، العمران كذلك، صراحه مدينه الرباط خرج لها بالليل قبط من سونتر فيل حتى الهرهوره، سير الطريق الساحليه، سير اي طريق بغيتي، ما شاء الله على مدينه الرباط، عندها واحد صراحه اصبحت مدينه الرباط مدينه جميله وجميله جدا، وتستحق اننا هذوك تيجريو تيستمتعوا بهذا الباركور اللي غيدوزوا فيه، وتيشوفوا هذه المسائل اللي غيشوفوها في هذا الماراثون هذا
خديجه السدري تحيه ليك، السي مصطفى التمار تحيه ليك، رمضان مبارك صاحب. اها شكون السلي؟ السيده شكون؟ ميلو تحيه ليك، كريم مرشد تحيه، تحيه الاخوان كاملين. حنا باقيين معكم في هذا التقديم، ف كذلك هناك بعد ابراز المآثر التاريخي لعاصمه المملكه، فحيت يجي واحد العداء من اي دوله وتيشارك وتيمر حدا هذه المآثر والشوارع تيدي ما يعاود كما تيقولوا، وماراثون في واحد في واحد في واحد في واحد الحله جميله صراحه، ويغري بالجري، يغري بالجري هذا المطاف هذا. وغتشوفوا ان شاء الله وغتبعوا معنا وتشوفوا بعينيكم بدون كثره كلام. سفيان كرصاص تحيه ليك وشكرا على الاعلام الوطنيه، شكرا لك اخي العزيز سي عبد الكريم الزايدي، تحيه ليك وتحيه لسريع واتزم، وتحيه كل سكان مدينه واتزم. خديجه السدري تحيه ليك، وتحيه للناس ديال بن حمد سي تمار تحيه ليك كلكم. ف تكلمنا على المقدمه، وتكلمنا على الابعاد ديال ماراثون الرباط، الابعاد البعد الرياضي والثقافي والسياحي والتنشيطي، وابراز المآثر التاريخيه لعاصمه المملكه والمعاني العمرانيه، هناك التاريخيه والعمرانيه، حيت نقول برج محمد السادس فتنقول ماشي تاريخ، ماشي التاريخ، هذا شيء اللي شيء جميل في معمار مدينه الرباط، حيت نقول لا تور اللي في حي الرياض تنقول معمار، كاين اشياء اللي هي جميله وجميله جدا. فغندوز المحطه الاولى، دابا غندخلوا ليستوريك اخواني اخواتي، غندخلوا ليستوريك ديال ماراثون مدينة الرباط بالأرقام من المحطة رقم واحد إلى المحطة رقم ستة، كلشي واضح ما عندنا ما نخبيه. إذا المحطة الأولى كانت بشارع النصر، أمامكم شارع النصر هو هذا من أقدم شوارع مدينة الرباط، هذا هو شارع النصر اللي أمامكم. فهذا الشارع هذا المحطة الأولى اللي كانت شارع النصر شاركوا فيها 3000، تسجلوا فيها 3500، خصنا نفرقوا بين تسجلوا وشاركوا ووصلوا، تنتسجلوا عدد الناس اللي تسجلوا توسعوا لي دوسار عليهم واللي خداو الكيطمان ديالهم، و 3500 مشارك ومشاركه. اذا اللي فاز بالماراثون هو كيموتاي جيستيس، دار ساعتين 10:38 من كينيا. بالنسبه للماراثون بنات روتيس باميلا ساعتين و 30 25 كينيا. بالنسبة لنصف ماراثون ساعة 01:07 يوهانز، وبالنسبة للإناث إينر 10:26 إثيوبي اللي هي يينينيش تلاهم. هذه المحطة الأولى لماراثون الرباط واللي كانت فيه توقيتات 2:10 باش بداو جيدة، و 2:30 بالنسبة للبنات، 1:1 في النصف ماراثون و 1:10 عند البنات، وكان انطلاقة من شارع النصر بمدينة الرباط. المحطة الثانية، المحطة الثانية اللي كانت 2016 واللي ارتفع المشاركة من 3500 4200، واللي فاز بها هو سامي كيغن من كينيا، كانت 2:10 ولا 2:29، ونفس العداء روتيس باميلا من كينيا ترجع من 2:30 2:28 23. إذا هادو بجوجو هاد البنت حطمات الرقم ديالها الأول اللي كان في المغرب. بالنسبة لنصف ماراثون تيفوز به محمد الزياني من المغرب بساعة دقيقة وواحد وعشرين، وبالنسبة للبنات تلاهم يينينيش هي اللي فازتها بساعة 09:39. إذا دات المحطة الأولى والمحطة الثانية، واللي فاز المحطة الأولى والمحطة الثانية في الماراثون إناث كذلك. المحطة 2017 فكانت 7500 مشارك، ارتفع العدد، وأمامكم واحد المعلمة، معلمة أمامكم هي المسرح الكبير مدينة الرباط، معلمة عمرانية رائعة تفتخر بها مدينة الرباط ويفتخر بها المغرب. شيء جميل. سي محمد ديدوش شكرا لك على الكلام الطيب. سي حسن الزمري يتابعنا ولا يكتب شيئا، انه يتابعنا ويستمع فقط. فتلعب الماراثون
في كادو كي بي بي من إثيوبيا جوج 937. فهنا ما عنديش توقيت، ولكن عندي سمحوا لي نجيب التوقيت بالنسبه للماراثون إيناس. الماراثون إيناس نعطيكم التوقيت شحال تلعب. جوج 28/6. وبالنسبه للسيمي ماراثون ولاد الزياني مره اخرى ساعة وجوج دقائق 0:02. وبالنسبة للسيمي ماراثون جي 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 سا ديزي من البحرين 1:07 البحرينية تفوز. فصراحة هذه هي المحطة الأولى قرب المركب، لأن المحطة الأولى والمحطة الثانية كانت بشارع النصر، المحطة الثالثة بدأت بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله أمام الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى المعهد الوطني. إذا هذه هي المحطة الثالثة 2017، وغنمشيو ل 2018 قفزة صاروخية في المشاركة. ف 16800 اللي تسجلوا في هذه المحطة هذه، وتنشوفوا باب الرواح إخواني أخواتي، معلمة من معالم مدينة الرباط، فكل صورة عندها معلمة ديالها، صورة رائعة جميلة جدا. فباب الرواح ما شاء الله. ف شفتوا النتائج 16800 2018 أصفة بين تايو 2:12:23. هنا كان الريح بقيت نعقل، درناه في مارس وكان الريح وكان توقيت ماشي هو هذاك. بعد ما كانت عندنا 2:09:10 طلعنا 2:12 ما كانش فيها روكور. هنا ديا شيرومي 2:28:43 كينيا. وبالنسبه للولاد اللي كان فاز به كاشير 1:04:20 كان الريح كما قلت لكم وكان الشتاء وكان الجو شويه. وبالنسبه للبنات فازت فيه حجيبه حسناوي 1:03:51 ومعلمه اخرى لاتوغ ماروك تيليكوم بشارع النخيل واللي غيمر منها السباق، غيمر بشارع النخيل اخواني اخواتي. ومن 2019 ما غنديرو حتى 2023. 2019 هنا غيتحطم الرقم ديال الماراثون سامي جيجان الكيني 2:08:12 هو اللي عنده الركور لحد الان. بالنسبه تيبت من كينيا 2:25:52 هذا هو الرقم اللي حطمته من بعد. حنا غنشوفوا المحطه ديال 23 اللي غتحطمو البطله المغربيه فاطمه الزهراء الكردادي. بالنسبه للماراثون نصف ماراثون فيليكس كيب كوتش 1:01:13 من كينيا، و يوالايو الاثيوبيا 1:09:13. فهنا تنشوفوا معلمه اللي غنمروا من جنبها، هذه المعلمه هي مسجد السنه بالرباط اخواني اخواتي، غنمروا بجانبها وغندوزوا في الشارع ديال مولاي الحسن، غيبقى شارع محمد الخامس على اليمين ويبقى مسجد السنه على اليسار. فصراحه شحال كنا وصلنا في هذه المحطة هذه 13350 مشارك اخواني اخواتي، 19350. ف الدورة الخامسة 19000 صراحة غاديين بواحد الطريقة جميلة وجميلة وجميلة جدا، والأعداد تترتفع. ونتمنى هاد السنة أننا نتعداو 22800 وتولي واحد 25000 باش نكونوا غاديين في خط تصاعدي. اذا من 2019 ما درنا والو حتى 2023. 2023 نعطيكم النتائج، فكانت عندنا 22800 ماشي 22000، 22800 اللي شاركوا في هذا الماراثون هذا. فتحيه لي صراحه، كانت مشاركه ولا اروع. هادو اللي تسجلوا عندنا ترحب بالاخوان ديالي سي مولاي ابراهيم بوطيب، سي خويا علي،
لتتحق معايا الان في الاستوديو. شكرا. فالاولاد هذا السباق هذا كان مميز ونعطيكم علاش. ياسين العلالي العلامي 2/29 بالنسبه للاناث فاطمه الزهراء الكردادي وتحطم الرقم القياسي هو اللي ولا 2/25/03 وعمر شتاشن يحطم الرقم القياسي ديال الذكور 1/0/10 وهاد تيبكو جيب سومبا تحطم الرقم القياسي ديال ثلاثه ارقام قياسيه في 23. نتمنى على اننا في 24 نحققوا ثلاثه. نتمنى لان تي سهله. فالصوره امامكم الودايه اخواني اخواتي الصوره الجميله الرباط غني بالمآثر التاريخيه. جميل اخوان جميل جدا. غنكملوا معكم في سياق التاريخ لحقنا و22 1800 ماشي سهله جمعها. فتحيه اقول بالدرجه الاولى لوزاره التربيه الوطنيه اللي تتعطينا التلاميذ تشاركوا التلاميذ. فصراحه شيء جميل وجميل جدا ان هناك مشاركه مكثفه من المؤسسات التعليميه. تحيه للتاهيل المهني تحيه للجامعات تابعين تما الوزاره جامعات تحيه للمواطنين تحيه للانديه. ما يمكنناش نحصلوا على الارقام هذه الا بتضافر الجهود وكل شيء تيساهم باش نحققوا هذه النتائج هذه ونوصلوا هذه الارقام هذه. ماشي سهله توصل هذه الاعداد هذه اخواني اخواتي ولكن خصنا نحافظوا على هذه الارقام ماشي نوصلوا ليها خصنا نحافظوا عليها. اذا الارقام القياسيه لماراثون الرباط نعطيوهم اربعه. فسامي كيغن 2/08/12 هذا هو الرقم القياسي ديال الرباط. غنشوفوا واش غيتحطم نهار خاصه عندي حلقه اخرى غنقول لكم شكون هما المشاركين اللي جايين. غنعطيكم المشاركين والارقام ديالهم. فعندنا مثلا عثمان القمري عنده 2/5 والركورد الرباط 2/8. اذا عثمان القمري الا كان في نهارو الرقم ديال السباق سيحطم ان شاء الله. الا كان سباق كانوا ارانب كان تخطيط تكتيكي لهذا السباق لان التكتيك ماشي في الكره التكتيك حتى في الجرة. خصنا هذا السباق جلسوا مع المناجر شحال بغى يدوز سامي الاولى شحال بغى يدوز سامي الثانيه شحال بغى يدوز هذه باش تحط ليه هذوك الاوقات وخصك الارانب اللي غيحافظوا على التوقيت باش يمكننا نحطموا الرقم القياسي. فالرقم القياسي ديال الماراثون عند سامي كيغان 2/08/12 الرقم القياسي ديال الاناث عند فاطمه الزهراء الكردادي 2/25/03 الرقم ديال السمي ماراثون عند عمر شيتاشم 1/10 والرقم ديال البنات عند تشيب شومبا كيلونزو من البحرين بإن 0844. فأنتم أمامكم كل شيء. هذو هما الأرقام. هذا هو الماراثون الرباط. سنرى هذه الأرقام هل ستحطم يوم 21 أبريل 2024 اللي غنشوفوها. فصراحة المطاف راه جميل غيكون لوجيستيك محترم غيكون كل شيء غيكون في المستوى العالي. سي خالد جودة من الاردن تحيه لك وتحيه لكل الشعب الاردني. صراحه انا فخور انني مشيت للاردن والترحاب اللي لقيت والاستقبال اللي لقيت. اقول لكم شكرا بلغ سلامي لكل اعضاء الاتحاد الاردني من السيد الرئيس وليد الرحاحله الى كل الاخوان ديال واخوات ديال 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 المكتب ديال ديال الاتحاد الاردني. سي محمد المرجو من جميع الانديه الوطنيه ان ينخرطوا ها الأندية هذاك عرس الرياضي ديالهم وبطولة وطنية ديالهم. إذا ما ميز الماراثون ديال 23؟ شنو باش تميز هذا الماراثون ديال 23 إخواني أخواتي؟ أول حاجة الحصول على شهادة لابيل هي شهادة تميز اللي حصل عليها المغرب سنة 2023 ولا الماراثون الرباط داخل السيركوي انترناسيونال ديال لي ماراثون ديال العالم. هذه نقطة إيجابية خلاصة ديال 2023. ثانيا الترتيب العالمي فالمغرب محط المرتبة 39 من بين 179 ماراثون دولي. 39 ماشي سهلة. فشحال واحد تيقول لك كنا نحتلوا الأولين ما غنحتلوش الأولين علاش؟ لأن حنا عاد بدينا 7 سنوات ما غنتقادوش مع بوسطون 128 سنة وما غنتقادوش مع بيرلان عنده 51 سنة وما غنتقادوش مع فرنسا عنده 44 سنة. شوية بشوية حنا في لابيل خرينا لابيل يمكن نقلبوا على السيلفر من بعد نقلبوا على الجولد من بعد نقلبوا على البلاتينيوم. ماشي واش دير بلاتينيوم راه خصو ميزانيه. واش عارفين بانه في البلاتينيوم شحال تيمشي عندها الانكاجمون؟ راه كاين عندها واحد تيمشي ب 300 مليون
راه ماشي سير اخويا درجه بدرجه، الا حاولت تنقص غادي تطيح، وتي على سنانك وتهرسو لك سنانك. سير اخويا ضريبه ضريبه ودقيقه دقيقه وبنقطه بنقطه تيحمل الواد. فما يميز ماراثون 2023 هي مشاركه 22800، هادو كلهم اشياء اللي صراحه تفريح. انا نهضر معكم بكل صراحه، ما عندنا ما نخبيو. ف ما يميز ماراثون مدينه الرباط انه سنه 2023 تحكموا ثلاثه ارقام قياسيه، من ربعة أرقام تحكموا ثلاثة، ممتاز. ما يميز ماراثون 23 هو ثلاث مغاربة يفوزون بمراتب أولى، العلامي، الكردادي، الشيتاشن. تنضم ماراثون وتجي فيه 50 عداء أجنبي كينيين إثيوبيين هادي، وفي الآخر مغاربة تيفرضوا راسهم وتيفوزوا بثلاثة سباقات من أصل أربعة. شيء مهم ومهم إخواني هذا، فما تنجيبوش الأجانب يديونا الأغلفة المالية، فحتى المغاربة فارضين نفسهم وتحية لهم وفازوا بهذا السباق هذا، وصراحة تيفرح هذا الشيء، تيفرح. تحية للجميع. خالد جودة كل احترام وتقدير، أستاذ أوبا صراحة أنا فخور 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 جدا بالعلاقات ديالي الطيبة مع واحد المجموعة ديال الإخوان في الوطن العربي ومنهم أردن. سي مختار بادي، رمضان مبارك سعيد. ونتمنوا على أننا نكملوا هاد الثلاث أيام اللي بقات في طاعة الله. إن شاء الله بإذن الله نعيدوا، وكما تنقولوا يا ربي نبقاو حيين رمضان المقبل إن شاء الله. يا ربي نبقاو إلى أن نصل إلى رمضان السنة المقبلة إن شاء الله. شكرا لك أخي العزيز سعيد جديدي. ف غنمشي شيء آخر. فعندي قلت لكم عندي هاد الشيء ديال الماراثون غنقسمو لثلاثة ديال المحطات. المحطة الأولى اليوم فغندوز لكم الماراثون ديال السيمي ماراثون، دابا الباركور سيمي ماراثون. المحطة الثانية غنتكلم فيها على الأغلفة المالية والباركور ديال الديس وديال الماراثون. والمحطة الثالثة غنتكلم فيها على الأبطال المشاركين المغاربة والأجانب. إذا الباركور غتبعوا معايا إخواني أخواتي الباركور باش تعرفوه. ديال السيمي ماراثون نجيب واحد النظارات ديالي. فالمطاف الجديد اخواني اخواتي حدا هيلتون سوفيتال، الغابه الحضاريه نزهه بن سينا امامكم الصوره. فغنطلق اذا هنا سوفيتال امامكم. هيلتون سابقا الغابه هيلتون ها هي الزنقه ديال تادلا هو الانطلاقه. الصوره امامكم واضحه اللي سي بكره او سي السياح تحيه لهم. هنا كاين باركينغ غتكون فيه بزاف الاشياء. هنا كاينه غابه من اللور، الناس غيكونوا يسخنوا، من بعد غندير واحد المباشر في عين المكان فين غتكون التسخينات، فين غتكون الانطلاقه ديال الديس، فين غتكون الانطلاقه ديال السومي ماراثون والماراثون. وتنتمنى من الاعدائي اللي غيلعبوا الديس ما يجيوش ياخذوا الاماكن ديال صحاب السومي ماراثون، غيقلعوا مع الثمانيه الاخر، ما غيقلعوا حتى الثمانيه وتولوت يبقاو يتسناو. اذا انطلقنا بالسياره الان، هذه الزنقه ديال تادلا، تابعوا معي اخواني اخواتي. وراه غنبقى نزرب شويه لانه الا بقيت غادي هكذا بهذا الايقاع تيبان ليا. اذا غندخلوا هنا غندورو ادروات شارع الامام مالك. قال لي بقوه ما درت ربي ربعه مرات المطاف حفظتو، غنكمل نمشي ندوز بيرميد كونفيونس ندير شي تاكسي. راه ناخذ كلمه مع مولاي ابراهيم في الخرج كلمه مع مولاي ابراهيم. لا شي كلمه شي كلمه ضروري. ف هانتوما امامكم هنا الشارع ديال الامام مالك، شارع جميل. هناك حديقه من هذا الجهه، هناك حديقه من الجهه الاخرى، من بعد هناك القصر الملكي. صراحه شارع روعه روعه اخواني اخواتي. تابعوا معي هذه المناظر الجميله، تابعوا معي. شوف ما كاينش هنا كاين، ها هي جرده على اليمين، قصر الملكي على اليسار، شارع مفتوح جميل، خضوريه، النظام، الجماليه، ما عندي ما نقول. مدينه الرباط انا غنتكلم عليها. فواحد غنلحقوا الرون بوان
لا باش نطلعوا على سله غيولي طارق بن زياد، غيولي الشارع سميتو ماشي الامام مالك، غيولي طارق بن زياد. وغتشوفوا اشياء في طريق بن زياد اخواني اخواتي، غتشوفوا اشياء جميله اخواني اخواتي، وغتشوفوا مآثر تاريخيه رائعه. شوف 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 الزرابي كي دايره، شوف الخضوره ما شاء الله. ورحمنا الله بديك الشتا اللي طاحت، جات ربنا تربات جمال على جمال. اذا ترجع للباركور ديالي، احنا لحقنا للرون بوان الاولى، فهنا هنا 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 اوب. من بعد غنوريكم تتشوفوا الشارع هذا وتتشوفوا هذا، هنا غيدوروا صحاب الديس، مشاو الديس وحده، ما عندهمش علاقه بماراثون السومي، وصحاب السومي ماراثون ماراثون غيكملوا. غندير لكم ماراثون ديال الديس اسبوع في الاسبوع المقبل ان شاء الله، باقي عندنا الوقت، غندير ثلاثه حلقات. اذا هنا غنديروا هذا الرون بوان هذه، شوف شوف هاشالا بدات تتراءى شالة الجميلة. لاحظوا معي اخواني اخواتي، لاحظوا فين غيدوزوا لي زاتليت، شوفوا فين غيدوزوا لي زاتليت اخواني اخواتي. ما هذه المناظر الجميلة، ما هذه المناظر الجميلة، ما هذه الطبيعة الجميلة. نفتخر بهذه الاشياء، مطاف رائع وجميل اللي غيجريو غيتبرعوا مدينة الرباط غيشوفوا الاشياء الجميلة. حنا غيبان الواد فيما عدا ليك، فانا تنحاول. ها هو برج محمد السادس ما شاء الله، احنا ها الواد، غنوريكم حتى الواد. لاحظوا معي، ففي التصوير حاولت نقبط لكم المناظر. برج ركاوة امامكم، شلة امامكم، البرج امامكم، وسلا، مدينة سلا تتراءى من بعيد. شكرا مول ابراهيم، فانا كاع ما نسيتها، مدينة سلا تراءى، والرباط وسلا، برج راك تيقسمهم على جوج. ف ما شاء الله هنا الى شنو كاينه وزاره الخارجيه من الجهه الاخرى، كاينه السفارات الولايات المتحده الامريكيه، كاين واحد مجموعه الاشياء. حتى نبقاو حنا غاديين في الشارع ديالنا، امامكم الصور الجميله، ها الواد، ها القنطره، ها البرج، ها الغابه. شوف 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 هذا الشيء جميل اخواني اخواتي. فالصور خديتهم وانا فخور جدا، فخور جدا باش ناخذ هاد الصور هادو. حنا غندوزو الان، غنهبطو دائما شارع طارق بن زياد حتى للرون بوان. تتبعوا معايا سي مصطفى المساوي، تحيه سي مصطفى المساوي، نهار كبير هذا، المسرح المسرح الكبير، يا سلام. لاحظوا معايا هاد الصور الجميله، شوف فين غيدوزو مطاف الرباط، شوف 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 الضريح، شفتوه راه داز الضريح، الضريح داز يتراءى من بعيد، عندنا الضريح وسمعت حسان. شوف شوف تبعوا معايا الشوارع، وغتكون فارغه من السيارات. انا راه تندور في الشارع وكاين سيارات، ولكن يوم تدوره ليست هناك سياره واحده في المطاف. فنتمنوا على ان يوم الماراثون يكون هذيك الصبيحه بدون سيارات، هذه مهمه لا نستطيع ان ننجحوا فيها، لانه عاصمه المملكه صعيب باش الطريق، فهي غتسد حتى الوحده من 8 للوحده. حنا غنديروا الرومبوان، العدائين ما غيديروش هذا الرومبوان، العدائين غيمشيو اكوش ويدوروا، غندخلوا شارع الجزائر. حفظ 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 الشوارع اخواني اخواتي، هذا شارع الجزائر الان، ها هو امامكم، ومن بعد منه نلحقوا حتى لابونك بوبيلار، غنبداو في شارع مولاي الحسن. ف قال لك السياح سلمنا على مولاي ابراهيم، تنسلموا عليه سيدي. انتم امامكم الشوارع بدون لا زياده ولا نقص، نوريكم الحقيقه كما قال الحقيقه في الدقيقه. سي عمر وتيشو تحيه ليك، سي سعيد جديدي، سي مصطفى المساوي، السياح محمد، تحيه للجميع. اذا غنديروا هذا الرومبان هذه وغنمشيو تو دروا وغنوليو في شارع مولاي الحسن. تبعوا معايا اللي بغى يشوف الباركور، امامكم تيمر من اهم الشوارع في مدينه الرباط، اللي كلها شوارع جميله بدون استثناء، ما فيها شي واحد خايب، شارع واحد ما كاينش خايب، لانها العاصمه المملكه مدينه الانوار. اذا مولاي الحسن الان غندوزو حدا المسرح، حدا ماشي المسرح، غندوزو حدا المتحف وي، وغندوزو حدا جامع السنه، وحدا اقدم بوسطه في الرباط ديال باروك تيليكوم، وغندوزو حدا 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 القصر الملكي ما شاء الله. طارق بن زياد دوزناه، دابا حنا الان في شارع مولاي الحسن، بعد ما درنا امام مالك طارق بن زياد الجزائر مولاي الحسن، دابا غنمشيو حنا قربنا
قربنا للمتحف الوطني، المتحف الوطني امامكم نقترب منه، تنحاول نقبطه. ها هو المتحف، فتنحاول اي حاجه زوينه نقبطها. ها هو المتحف امامكم، اللي ما دارش زياره حيت يكمل الماراثون يمشي يدير شي زياره، كان حل نهار الحد. المتحف ها هو، غنقبطو لكم مره اخرى، وامامكم بعد ذلك غيبان لكم ها هو المتحف، هو هذا المدخل ديالو. شوف واحد الحصان قدو قداش، راه هو مناظر جامع شاري محمد الخامس وجامع السنة أمامكم. يلا جامع السنة، أرينا جامع السنة، غيبان ولا ما غيبانش الله أعلم. جامع السنة إخواني أخواتي، وثانوية مولاي يوسف، أقدم مؤسسة في مدينة الرباط. القصر الملكي أمامكم، سور القصر الملكي من أقدم أبواب مدينة الرباط، باب الرواح. كنت غنقدم لكم باركور بواحد الطريقه اخرى، قلت لا هكذا احسن. قال لك ليس من راك من سميع، وداك الشيء ديال الخريطه، وغندير لكم الخريطه جوجل ماب، وغنريكم لا فليش هاديه ما خداماش، كاين اللي ما غيفهمش. بوشيخ يحيى تحيه لك اخي العزيز، باب الرواح الان. هذا باركور صافي سالينا، اللي خداه غيكون عنده الباركور الرباط. حنا غنلوحوا في هنلوح الباركور في اليوتيوب، هنلوحو في فيسبوك. هذا الفيديو هذا اللي امامكم هنلوحوه باش يعرفوه الناس. الان غنمشيو لشارع النصر، خرجنا من الرواح غنهبطو على شارع النصر، من اقدم شوارع مدينه الرباط شارع النصر، ومن اجمل شوارع مدينه الرباط. اخواني شوف هذا الشارع الجميل، شوف هذا الشارع الرائع. فانا كنت صغير تنجي نحضر هنا الاستعراضات ايام المرحوم الحسن الثاني رحمه الله، هناك كانت استعراضات كبيرة، وكنت صغير أنا وتنطلع ونتفرج. ما شاء الله ما شاء الله. البوشيخ يحيى تحية ليك. الآن هنا هابطين شارع النصر، من بعد شارع النصر غندخلوا لشارع الحسن الثاني. قلت لكم حفظت الشوارع، أربعة المرة درت المطاف انتهى الكلام. لانه غيجيو عندنا عدائين خصنا نديهم المطاف، غيجيو عندنا مسؤولين خصنا نديهم المطاف، واللي غيديهم المطاف خصو يكون حافظو. غنمشي قال لهم لان ما غيكون لا تراساج لا والو، ما غيكونش تراساج. فإلا جا شي واحد ديتي المطاف وانت ما عارفوش غتغلط كل شيء، هذاك اللي جا غتغلطو وانت خالط وكل شيء. لا خصنا نكونوا حافظين المطاف باش ما نغلطوش فيه. اذا هذا الشارع باقي، حنا في النهايه ديال الشارع ديال شارع النصر. انا راه مسرع شويه بالطوموبيل غادي باش نوريكم، ولكن راه ماشي سهله. هذا راه نصف ماراثون، باقي غندير لكم الماراثون، باقي ندير 10 كيلومتر، وباقي غنتكلم مع العدائين المشاركين. هذه الحلقه الاولى، باقي الحلقه الثانيه والحلقه الثالثه والحلقه الرابعه. اذا تباينوا معي اخواني اخواتي، الشوارع كي تشوفوها بعينيكم جماليه، اشجار نقاء نقاء اخوان. اذا غنقلعوا مشينا، دابا غندخلوا لشارع شنو هو؟ شارع الحسن الثاني في اتجاه القامرة، المحطة الطرقية القامرة. ما بقاش القامرة دابا، القامرة مشات لتمارة. إذا عبد اللطيف البزيوي تحية سي البزيوي. إذا تندير أنا ما غنديرش الدورة بحالي أنا، لأن إلا مشيت في الطوموبيلة في الجهة الأخرى غندير مخالفة غيقلطوني وغنخلصها، لأن كدرتي مخالفة ما فيها لا ماراطون ولا جوج. فأنا درت الرومبا وما غيمشيو من الجهة الأخرى، وغيمشيو على الجهات اليسار باش يخليوها اليمين خدام. حنا غناخدو هاد الطريق و السيارات غيبقاو لهم هاد الطريق، دونك حنا غنبقاو هنا، العدائين غيجريو في هاد الطريق هادي اللي جاي من الطوموبيلات، وهاد الطريق غيبقى غتبقى خدامة باش ما تبلوكيش مدينة الرباط. شكرا سي البوتيخي على الكلام الطيب. هادي بلاد ديالنا، شوفوا اخوان البلاد ديالنا هادي، هناك عدة متغيرات. أنا تولت مدينة الرباط، تولت مدينة تولت في حي أكدان، فين كاين دابا الرباط سنتر، تماك أنا تولت. أون فاس كان واحد لاناس تماك تولت، وبقيت واحد السنوات تماك، عاد جيت لعقوب المنصور، فكنت نخرج نتريني في عقوب المنصور، تندوز من طريق البحر، ما شاء الله، فين تندوز، وإنا برارك، وإنا مشاكل، وإنا صراحة، دايز شي ما عرفتش فين دايز، الآن سير دوز طريق البحر. سير الطريق الساحلية بمدينة الرباط تشوف الرباط كي داير. إذا هنا هذا لاكار ديال 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 البراق، ها هو داز ما وريتوش إخواني أخواتي، ها هو على اليمين
الان في شارع الحسن الثاني ما تنوريش كل شيء، على اليسار تيبقى حنا غادي الان غادي في اتجاه المحطه ديال القمره باش نطلعوا على شارع ابن رشد. ابن رشد الطريق كانت عامره، اذا ما غيكونوش السيارات غيكونوا العدائين غاديين. هذا اللي غنوريكم اليوم هو نصف ماراثون، لان الماراثون فيه جوج دورات ديال نصف ماراثون، ولكن كاين واحد التغيير، واحد الاضافه في حي الرياض هي اللي غنوريكم في المره المقبله. اذا هنا كاين مركز الساحه قدام، كاينه ثانويه بنو بسام، ثانويه عبد الكريم الخطابي، اقامتهم كلتهم وزاره التخطيط، فهادشي كلو كاين في هاد الشارع هذا. حنا غاديين معاكم. سي ناصر الطائري تحيه لك اخي العزيز وشكرا لك على الكلام الطيب. حنا تنشكروا الناس اللي تيدخلوا عندنا تيقولوا كلمه طيبه، فهاد المجهود هذا ما تعايرناش، فصوروا ونقادوا مونطيو ونطلقوا وواحد مجموعه الاشياء. فصراحه فتوحشناكم صراحه، كان المرض غيبني واحد الشهر، ما صراحه ما درتش بزاف الانشطه، ما بقيتش ندير لي لايف، ارتحيت شويه لان الظروف الصحيه ما تسمحليش، ولكن بدينا نرجعوا. فاليوم في العشيه درنا واحد التظاهره في عصبه الرباط سلاسل مسعير، حاولنا ننشطوا الوداد وننقلوا واحد مباشر مدينه الرباط، رغم ان ما كانتش مشاركه مكتفه، ولكن ما كاينش مشكل. حنا وصلنا الان، العدائين غيمشيو من هاد الطريق، هاهي هاهي من هاد الطريق اللي ملهيه، وانا غندير الدوره من هنا، غيدورو دائما على اليسر ويمشيو للجهه الاخرى على اليمن باش يطلعوا على شارع بن رشد. اذا هاد القمره القديمه شفتوها، هاهي القمره القديمه، ما عرفتش غيكون فيها من بعد. المهم هنا فين كانت المحطه الطرقيه، ولات محطه طرقيه مستوى عالي بالقرب من المركب الرياضي امير مولاي عبد الله سي خالد جوده. مدينه رائعه جميله، ربي يوفقكم. شوف اخوان الاردن، شوف شوف اخوان الاردن كلام طيب، هادشي تنبغي. واحد يدخل معاك من الاردن تيقول لك مدينه جميله رائعه، هادشي تيفرحنا. اذا غندورو اكوش، غنطلعو مع شارع ابن رشد، المعمار في المغرب. كاين شي الامور حنا طالعين الان، نديرو اياه حنا طالعين الان بحال غادي للسويسي. هذا تيتسمى الشارع اسميتو شارع ابن رشد. ابن رشد غادي عند ابن سينا، ابن سينا هو السبيطار اللي في الراس. لا ابن رشد طبيب وابن سينا طبيب. شوف الدنيا ديما خضوريه، مدينة الرباط اينما تحركت واينما ذهبت الا تلقى الخضوريه، هادشي شيء جميل. اذا غنطلعو لبن رشد وغندخلو لعلال الفاسي. علال الفاسي حنا غندورو دابا ادروات وغندخلو مدينة العرفان. يا سلام يا سلام، هذه البومبية امامكم، الوقاية المدنية امامكم اكوش. حنا غندورو ادروات وغنمشيو مع شارع علال الفاسي. يلا غنبقاو على الفاسي حتى الاخر ديالو، وغنضرو اكوش نطلعو مع واحد الشارع اخر اسميتو الصنوبر. انت تدخلوا المدينه، هذه مدينه اخواني اخواتي اللي فيها الكليات الجامعات، فيها مسائل جميله جميله جدا. هنا كاين العلم، مدينه العرفان هي مدينه علميه. هذا السي بي ار، مدرسه ديال تكوين الاساتذه ديال، كان هنا تكونوا اساتذه التربيه البدنيه. عندني عيت بوحمد سي عبد الاله قول لي اكرم يبقاش. اكون معاك اكرم، غنقول ليه عرفتي حيت نكونو دايزين ندير شي اختار شي حاجه باش نقربو حنا، يشعل ليا الخضر، ما نحبسوش حنا، نبقاو ديما غاديين في الخضر، خضر في خضر. عبد الزماني يحضر معايا، تحيه الاخ ديالي من بلجيكا. فشتو معايا الاردن، معايا الجزائر، معايا واحد مجموعه الاخوان، هناك واحد مجموعه الاخوان اللي من دول اوروبيه حاضرين. الان تدوزو باقي لشارع، في شارع علال الفاسي.
الان تندوزو في الكليات، هنا كاين واحد مجموعه ديال الكليات والمعاهد، مدينه علميه. الشيخ احنا غندوزو على الشيخ زايد وعلى الشيخه الاخرى ديال كاين واحد الشيخه تماك موزه حتى هي كاينه. حنا غندوزو هذا سمع شي حاجه هذه هنا فين تيجلسوا الطلبه. وزارة الشباب، إذا غنبقاو ديما في علا الفاسي، وخا غنبدلو الشارع غنبقاو ديما في علا الفاسي. تحياتي الزماني سي عبد الغني. إذا باقين معكم، غادي معكم كما تيقولوا زنقة زنقة باش نوريكم المطاف، فما غنغيروش نبقاو غادي معكم نفس الايقاع غادي بالسرعه ديال السياره. وتحيه لسيليشيا نور الدين، وتحيه سي السياح. راه خديت صوري بالهاتف اخواني اخواتي، ها بالهاتف، ها مصحابكم دايرين هادشي بشي الات وديك، ها بالهاتف. وكنت قادي نبيع الغراض وصورنا المطاف باش تشوفوه. هنا كاين سبيطار زايد، هنا كاينه مؤسسه محمد السادس ديال الاعمال الاجتماعيه، ها هو المستشفى الجامعي الدولي الشيخ زايد. شوارع كما قلت لكم داك الشيء ما عندي ما نقول. حسن زمري، زمري حاضر معنا وتتبع معنا مزيان. شيخ زايد دوزنا، دابا غنمشيو داك المركز الامازيغي، ها هو امامكم. حنا غادي معاكم ضربه ضربه، هذا رمضان بقاتلنا 3 ايام، الله يدوزها بسلام ان شاء الله باذن الله. نعيدوا كل اسره العاب القوى الوطنيه المغربيه والعربيه، كل شيء يكون فرحان، كل شيء بالصحه والسلامه وطول العمر. بوشيخي هو البوشيخي تيتكلم بكل صراحه وكلمه حق، اقول انني حضرت سباقات دوليه هنا باسبانيا، ولاحظت ان ماراثون الرباط يمتاز بحسن التنظيم والاستقبال والجوائز، وبالرغم من وجود بعض بطبيعه الحال. ها هو اللي قلت لكم ديال الشيخه موزه، هذا ديال الحق ديال دياليزياك. صراحه محفوظ، تحيه ليك. طبيعه الحال ضروري تتبقى تقلب، وكي تتوقع شي حويجه وكيخص تصلح. خير الخطائين التوابون، فالانسان الخطا يصلح، المشكل هو تسمى في الخطا وتوقع الخطا وتعاود يوقع لك مرات اخرى، ما خصوش يوقع. اذا حنايا ماريفيا كوش، وهذا يمكن لسيسكو على ما اظن، على ما اظن. لا الافريقي في الجهه الاخرى في شارع الجيش الملكي، هذا ما عرفتش. انا كلشي كاين، هذا شوارع فيها المؤسسات، هنا مركز ديال المستشفى ديال العسكري. سي محفوظ تيقول لي تمازيرت المركز الوطني. احنا غنمشيو دابا هنا، ما غنطلعوش هذا شارع الجيش الملكي، غنزيدو نقطعو شارع الجيش الملكي وغنمشيو في شارع علا الفاسي حتى الصنوبر، وغندورو اكوش باش يخرجنا في بوع، يخرجنا في بوعبيد عبد الرحيم بوعبيد. كل شيء امامكم بكل وضوح. عدا محمد الله يعطيك الصحه، وفينا هي اللي بغينا الصحه، ما بغينا والو، بغينا الصحه. اذا غنطلعوا باقي لنا رومبو اخرى، وغندورو اكوش على شارع الصنوبر، حنا باقيين في علا الفاسي. احنا تعلمنا الشوارع وحفظنا، ما شفتش واحد على الفاسي تعرف فين كاين، ولا تيدخل مع مدينه العرفان. ولا قلنا لك، الا قلنا لك بن رشد هو اللي تيطلع من القمران السويسي. اذا طريق عامره، ما فهمتش، مشينا في واحد الوقيته وطريق عامره، ما يمكنش.
الحي الجامعي الافريقي وي دزناه في شارع الجيش الملكي كاين، وكاين حتى داك لي سيسكو تماك. قال لي مولاي ابراهيم كنت تمشي مع الفطور يقول الله اكبر وسير. حتى واحد ما مشيت نصور مع الله اكبر، خليت اخوات الدنيا يلا قالت المغرب الله اكبر وغادي تنصور. فين بديت بالشارع ديال حدا المركب، واحد خي جاي بغى يفطر جاي وعقل 160 وانا عاطيه في الدار تنصور الشارع. كما كانت اخوان ديالي سي السياح سي وهاب خرج خرج ونرد نكفته عرفتي جاي زربان ماشي يفطر كان يفطر بيا. اذا حنا دابا الان في الصنوبر هادو ما غيكونوا سيارات لا والو، هادي سنقت هادي شارع هذا شارع ولا سنقت الصنوبر. دابا غندخلوا نخرجوا للشارع الكبير اللي هو شارع عبد الرحيم بوعبيد باش ندخلوا شارع النخيل. غادي معايا اخوان تبعوا معايا باش تعرفوا الماراثون وتعرفوا الشوارع. اذا غندورو ادروات وغنمشيو شارع عبد الرحيم بوعبيد وغادي نرجعوا لنا الشارع. اخواني اخواتي تبعوا معايا، هنا كاين عاوتاني شوارع الفيلات المناظر الجميلة. لا الصباح ما غيكونوش، هانتوما تتبعوا معايا اخواني اخواتي. شكون هذا؟ محمد بوكدان، تحية سي اوبا من ليتوانيا. سؤال ليك، والسباق غيلعبوا فيه افريقيا او لا غير المغرب؟ لا لا لا، وكاينه ترسانه من العداء الكينيين الاثيوبيين كاين اوغانديين. راه شوف ماراثون بدون كينيين اثيوبيين ما كاين معنى. واخا تجيب اي دوله تجيبها في الماراثون الا ما كاينش كينيين اثيوبيين بحال ناقصه الملحه حيت تتم السوس ضروري الملحه. هما كاين اثيوبيين لانهم معروفين على الصعيد العالمي عندهم توقيتات قويه. حتى تجيب شي جابوني ولا تجيب شي بولندي ولا تجيب شي هندي راه تكمل به باش تعمر به باش تجيب عدد الدول. اما اللي تيلعبوا السباق وتيبقاو غاديين في الراس راه هما كاين اثيوبيين ومغاربه. اذا حنا في شارع النخيل اخواني اخواتي امامكم لا توغ ديال ماروك تيليكوم تتراءى. شوفوا لاحظوا معايا الصوره الجميله، شارع النخيل حتى هو رائع، مدينه جديده رائعه في مدينه الرباط دحي الرياض. ها لا توغ اخواني اخواتي صورة رائعة وجميلة. هذه هي لاتوغ، هذوما عندنا لاتوغ في 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 حدا الواد بورقراب وعندنا لاتوغ في حي الرياض. جميل جدا جميل. حنا معاكم ها وباقي، حنا دابا حكنا تقريبا 50% من شارع النخيل هو هذا. ها هي شنو هذه؟ بنك المغرب. هنا اللي حاجة يتخلص بنك المغرب اللي بغا ياخذ الكاش يجي هنا ما كاينش مشكل. ماروك تيليكوم القديمه لو سياج ديالها لونسيان سياج ديالها ماروك تيليكوم الاول. غنزيدو غنلقاو واحد لوطيل هنا اللي جا الحي الرياض شارع النخيل غيوقع واحد لوطيل. ها هو غندورو دوفيو دوفيو راه جامعة راه هي ليه راه 500 متر كاين الجامعة الملكية مقر الجامعة الملكية. غندورو ونرجعو لشارع النخيل وتبعو معايا دابا وما غندخلوش لبو عبد الرحيم بوعبيد، غندخلو واحد الزنقة سميتها زنقة الحر. شوف شوف هاد المناظر الجميلة، شوف هاد المناظر الجميلة في الشارع، شوف الشوارع كي دايرة. هذا غيتسد لأن غيطلعو فيه ويرجعو فيه. فجولة في مدينة الرباط الجميلة عاصمة المملكة. قال واحد خي جبتي لي العيا باقي ما جريت. مع طبيعة الحال سي عزيز النحكامي تنوريك فين غتجري باش ما تعرفين غادي. قال لي قال لي واش عارفين غادي؟ أنت غتعرفين غادي دابا. لا ما غندوروش غنهبطو غنمشيو حتى نقربو. كان هذه هنا كنا غنديروا قصيده هنا فهاد هنا فهاد واحد جاي من مورانا وضاير قدامنا ما عندك ما دير. هادو هما الافات، هادو هما الافات. ف 2019 اخواني اخواتي 2019
مشيت فرقت مع الحكام الصباح، مع 6 الصباح جي انا والقباش في السياره ديالي، درت اكسيدون، درت اكسيدون اخواني اخواتي، قسما بالله لا اكسيدون. 29000 درهم باش حطيتها في لا ميزون باش تعاودات، خلص منها انايا الفرونشيز 3000 درهم. 29000 درهم هذاك الصبحيه 6 الصباح، واحد خرج من الطاكسي ما تيشوفش دخل فيا. وجدا هذا رمضان داز كامل غير عجاج. احنا غندورو هنا، هذه هي زنقة الحور، هنا غندورو غنبقاو غاديين معاه حتى نخرجو في واحد السوبر مارشي واحد البومبا غنمشيو معاه. احنا قربنا، قلت لك انا غندوز هذا العام غندوز بيرميت كونفيونس، حفظنا الشوارع صافي حفظناهم. واحد زوج نقات اللي كانوا هربانية في الماراطون مشيت ليهم شتهم وصورتهم باش ما ندخش فيهم في الدورة الثانية. دابا الدورة الأولى في السيمي ماراطون، في الدورة الثانية أنا غنوريكم اش غيوقع فيها، في الدورة الثانية غنوريكم من دابا. دابا غيمشيو يرجعوا لاريفي، غيرجعوا لبو عبيد، من بو عبيد غيمشيو الدستور، الدستور غيمشيو الإمام مالك، الإمام مالك غيرجعوا لتادلة، سالا السيمي ماراطون. هاد ماركو رجعتو 4 المرات باش نحفظو، ومع الاخوان كان مشى معايا ليشيا، مشى معايا مشى معايا السياح، ومشى معنا واحد المره ولا خويا علي حتى هو وهاب، يمكن وهاب اظن مشى معنا واحد المره. هاد البلاصه صعبه بالنسبه لها، لا ما غتخافش، بلاصه جميله وما غتكون طاطا موبيله نهار التداوره، حتى طارو بما صعيبه والو. سي عبد الغني حني راسك غدوز هايا، مؤسسات ابن البشير غندوزو حداها، الناس راه ما تياخذو وليداتهم، حنا باقيين غاديين. غنوريكم ملي غي الماراطون، دابا حنا غنمشيو غنرجعو لميليا ونهبطو لبو، نهبطو نرجعو لبو عبيد، ولا نخلي حتى نجي للمار نتكلم ليكم باش ما ندوخكمش، نخليها حتى الماراطون. دابا نمشيو معاكم في المراطون، في نص الماراطون. دابا نص ماراطون ماشي ساهل، غدوز فيه الاحياء، غدوز اسيدي من 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 السويسي ولا فين كاين هيلتون تادلا، وغتمشي للحسان، ومن حسان غترجع للجزائر، من شارع الجزائر هي ديك حسان، شارع النصر المدينه القديمه، وغتهبط ليعقوب المنصور، العكاري يعقوب المنصور على شارع الحسن الثاني، وغتطلع للسويسي، وغتجي لحي الرياض، جميع احياء مدينة الرباط كاينة. هاي البومة اللي قلت لكم، غنهبطو لشارع عادة تسمى شارع الميليا، هيا غنرجعو دابا الشارع، غنرجعو لبو عبيد، غنرجعو لبو عبيد، دابا غنمشيو نديرو أدروات، نرجعو لبو عبيد ونمشيو لاكيزي، قربنا نسالي، بقات 5 دقايق وغنسالي. دابا حنا نرجعو بحالا غادي للسويسي، هذا بو عبيد في ألي روتور، فيه من الليل علي وهنا الروتور، حنا غنمشيو من هنايا. يلا هنا غتشوف واحد المناظر رائعه حدا السويسي، شي حاجه تتبنى خياليه، الخيال العلمي تتبنى حدا السويسي، واحد المجموعه كبيره ديال المستشفيات اللي تتبنى حدا السويسي، هذاك شيء غريب وعجيب اخواني اخواتي، شي اشياء اللي صراحه انتم ما تشوفوش جرادي. فغندوزو حدا جامع لاله سكينه، وغندوزو واحد المجموعه اشياء تشوف الطبيعه كي دايره، ها فيه طالع كبير داك الشيء كبير. حنا غندوزو، حنا غندوزو حدا اخواني، وغتشوفوا الرباط ماذا يقع فيه من تغيير، من تغييرات ومن اشياء صراحه. فالمغرب مقبل لانه تيفكر ينضم مونديال 2030، فعده اشياء، عده اشياء ها هما ما غيبان لكم الان. مستشفى هذو كله مستشفى، تشوفوا اخواني اخواتي، شوف اشنو غيتبنى هنا، راه بحال هاد العماره وكلا شي 10، بحال هاد العماره تشوفوا امامكم شي 10 تيتصايبوا هذا المكان هذا اخواني اخواتي. الشارع عبد الرحيم بوعبيد ما شاء الله، ماذا ما يمكن من هنا واحد 4 سنين نرجعوا نشوفوا هذا الشيء، غندخوا اشياء جميله وجميله جدا. سلام السي يوسف الحسين اخي، عاد كان في التراوح عاد جا من المسجد، تنقول لي تقبل الله دعي معنا. ها انتم تتشوفوا بخير، تتشوفوا هذا الشيء، تتشوفوا امامكم ها هما القروات وهذا الشيء كل شيء. شوف 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 شوف
شوف شوف شوف مدينة الرباط دابا غادي نرجعو غنمشي وحده السويسي الرومبان السويسي وغندخلو الدستور والدستور غندخلو الامام مالك وغنمشيو لاريفي وانتهى الكلام. والحلقه الاخرى غنتكلم لكم على الماراثون وعلى 10 كيلومتر وغنتكلم لكم على الاغلفه الماليه والحلقه اللي من بعدنا غنتكلم على الابطال المشاركين. وتنقول يجب هام 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 تشوف تبعوا معي اخواني شوف 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 هنا ماذا يقع شوف 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 ترى كلشي هادشي غيكون عمارات مستشفيات عرفتي شحال من عمارة غتبنى هنايا داكشي اش نقول لكم شوف شوف اش يتبنى هنا شوف يا سلام شوف شوف اخوان شوف تبع معايا وحل عويناتك شوف المغرب كلهم مستشفيات هادو كلهم مستشفيات ماشي العشرات ماشي عشرة عشرات المستشفيات يتبناو هنايا بجانب السويسي مستشفى ابن سينا. اذا حنا باقيين في الشارع ديال عبد الرحيم بوعبيد غنلحقو الرومبان ديالو غنقطعو الرومبان غنوليو في الدستور تيقول لهم ابراهيم خصنا نصورو بالليل طبيعة الحال الا بغينا نصورو باركور بلا سيارات غنديروه بالليل وغيكون الضو شاعلين غيولي منظر اخر وعالم اخر ولكن معليش الناس دابا فهموا المطاف عرفوا المطاف ها غن 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 باقي حنا في الحلقه الثانيه الان من الحلقه الاولى ديال الحلقه الثانيه حنا امامكم عن الحقل الرون بوان ديال السويسي المدار هذا تيقولوا ليه عاوتاني منين غندخلوا لهذا نفوتوا هذا المدار هذا غنلقاو الغابه غنبقاو غادي الغابه من هنا وغابه من هنا زعما صراحة المطاف رائع 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 جدا هذا بحال غادي لهيلتون غندوز حدا الغابة راه ما تندرش إشهار جبلي راه جبلي طلع بوحدو تماك راه ماشي درت ليه الإشهار ها دونك غندورو وغنطلعو السويسي دابا غنمشيو ها الغابة هيلتون امامكم وصلنا دابا الان اخواني اخواتي هذا هو الباركور نصف ماراثون مدينة الرباط فدرنا الجزء الاول اليوم باقي عندنا الجزء الثاني والجزء الثالث ان شاء الله فيما بعد ويكون خير احنا معكم صعوبة صعوبة باش تدوز صراحة هاي الغابة أمامكم غابة نسات بن سينا كاينة غابة من هنا وغابة من هنا فهادو غيدوزو من هاد الطريق هادي غيدوزو فيها صحاب العشرة وهاديك الطريق أخرى ملي غيكونو غادي السومي ماراطون ماراطون لأن صحاب الماراطون مازال غيزيدو دور أخرى دابا ديال السومي إذا غنمشيو ديريكتومون خط الوصول تبعتو معايا هاد الأمسية الثانية حول ماراثون مدينة الرباط والغابة والغابة يمكن يكون فيها تسخينات المواطنين يكون تسخينات تماك باش من تماك يخرجوا ويمشيو للانطلاقة تكون كاناليزاسيون ديال الناس يخرجوا باش يمشيو لبلاصة الانطلاقة لأن كان انطلاقة العشرة وكان انطلاقة السومي ماراثون والماراثون بوحدو والتوقيت الماراثون 8 هو السومي ماراثون التوقيت ديال 10 كيلومتر مع 8 و4 ولا 8 وثلث باقي ما عرفتش في الحلقه الجايه غنقول لكم التوقيت بالضبط. اذا وصلنا احنا وصلنا الان حنايا في الرومبان ديال المدار ديال هيلتون حنا غنمشيو شارع تادله فين غيكون المنصة داكشي غنقول لكم من بدات تبدا الاشغال غنقول لكم شي كل حاجه بقيتها فانتم وصلنا الان هاي بلاصه لاريفي هنا في تيدار معرض الكتاب ها هي البلاصه وغيكون هنايا المنصه ديال العاب القوى هنا المنصه ديالنا وغيكون تكون الانطلاقه هنا في تيكون موازين هنا مكان جميل هنا غتكون رافيطي في الاخر وحبسنا وانتهى سميتو وغنرجع عندكم اخواني اخواتي تحيه لكم شكرا لكم على المتابعه ليله سعيده تعرف صحتي دائما الله الوطن الملك
تنشكر السي مولاي ابراهيم بوطيب اللي جا وشرفني اليوم هنا في الاستوديو. نتمنى التوفيق للماراثون مدينة الرباط، نتمنى على انه تكون نتائج، تكون المشاركه، يكون التنظيم، يكون حضور جماهيري، يكون نقل ممتاز. هادشي كله بغيناه، بغينا كل شيء، كل شيء بغينا. وي مولاي ابراهيم تيقول عصبه ديالنا، عصبه الرباط سلاز مور تيدار في ارض التراب ديال عصبه الرباط سلاز مور سعيد بطبيعه الحال. فنجحت ماراثون الرباط هو نجاح للالعاب القوى المغربيه، فنجح للمغرب لان كل مدينه عندها ماراثون ديالها، كل مدينه تفتخر ماراثون ديالها. هناك بوسطن، هناك نيويورك، هناك برلين، هناك لندن، هناك باري، كل مدينه حنا حتى حنايا يلاه في الدوره درنا الاستاد ديال الدوار في الدوره السابعه. المرة من ضربت راه باقي شاب، باقي شاب 7 سنين باقي تيبحث على راسو، باقي تيقلب على راسو، ولكن في ظرف 6 سنوات وصل ل 22800 فما وصلوش ماراثونات اللي عندهم 20 عام و 30 عام، وهذا شيء ايجابي. فتحيه للجميع، يبقى دائم ان شاء الله. فالاستمراريه سي نور الدين لاشيا، تحيه لك وشكرا لك، شكرا لك لانك اشتغلتي معنا. وباقي غنمشيو للمطاف ان شاء الله، لا كتب غدا، هناك اشياء اللي غنشوفها في المطاف غدا ان شاء الله، لان المطاف فماشي مره واحده ولا جوج اللي غنعرفوا المطاف ونحفظوه ونحفظوه شنو فيه والمشاكل ديالو. زيارات متعدده باش يمكننا نهضموا المطاف، ما بقاش عندنا فيه مشكل. المطاف هو اللي شي النجاح ديال التضامن اخواني، هو المطاف. سمعتيني؟ اه بالليل ان شاء الله. فمولاي بارك نمشيو شي نهار بالليل، قلت لي مرحبا اي نهار نمشيو ليه بالليل. خوات الطريق حتى شويه 11 الليل شت، عندنا واحد الساعه ونص المكان حنا ساليناه. فتحيه للجميع. السي عبد الغني عتب احمد اخي عبد الاله، هل هناك جوائز خاصه للمراتب الاولى وطنيا لان عرس مغربي؟ هذه باقي ما نقدرش نجاوبك عليها. تنظن بانه ما نعرف، نقتنع بان كانت، ولكن دابا الله اعلم. سي السياح محمد تحيه ليك، هذوما الاخوان ديالي الرفقاء ديالي اللي مشينا معاهم 4 ولا 5 مرات للمطاف واشتغلنا وكانوا معايا ملي كنا تنصوروا هذا المباشر هذا. فباقي عندي 10 كيلومتر ما دوزتها لكمش، وباقي عندي الماراثون في الحلقه الجايه. اليوم الاحد، يوم الخميس، الخميس ان شاء الله غندير معكم الحلقه الثالثه. فغيكون عندي 5 ولا 6 حلقات على ماراثون الرباط. فليله سعيده، تصبحون على خير والى اللقاء. لا العيد غنديروا شي حاجه ضروري، غنديروا شي بركه. قال لي مولاي بنقول لهم عيد مبارك سعيد، قلت لهم مازال غنشوفوه، مازال غنشوفوه. يلا تحيه لكم.